بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. منرحب بطالباتنا وطلابنا الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2019-2020. احنا عندنا مساقنا إن شاء الله الفصل هذا Operation Management, Production Management, Quality Control Systems. احنا الكتاب تبعنا المؤلف تبعه Ray Heiser، كتاب أمريكي عنده خبرة عالية في مجال Operation Management. هناخد مجموعة من الفصول إن شاء الله. اليوم عندنا الفصل الأول اللي هو Operation and Productivity Chapter 1. فإحنا نبدأ السلايدات اللي موجودة فيه مع الكتاب، هيكون المحاضرات باللغة الإنجليزية وشوية باللغة العربية على أساس أنه نقدر نمشي عليها ونتوافق. الكتاب منهج فيه إمكانيات عالية، ولما ناخده إحنا إنجليزي وعربي إن شاء الله إمكانياتنا تكون للأفضل. ناخد نوتس، وأي عندها أي حد أو استفسار أو ملاحظات ممكن ترفع إيدها في نهاية المحاضرة ونحاول نجاوب على كل الاستفسارات. أتمنى لكم إن شاء الله عام سعيد، ونبدأ في الأوبريشن مانجمنت. الأوبريشن مانجمنت مساق من المساقات اللي كتير مهمة، وكتير من اليوم التحول للصناعة ومجالات الصناعة خلتنا إنه إحنا نفكر في مجال عالي اللي هو كيف إنه نطور مجال صناعاتنا البسيطة أو الصغيرة أو الأسرية أو العائلية. إحنا ناخد في الفصل هذا Global Company، نتكلم على شركة عالمية اسمها Whirlpool. هناخد الأوبريشن مانجمنت إيش هي وإيش مجالها. هنتكلم على الهيريتج اوف اوبريشن مانجمنت، التطور التاريخي لموضوع الاوبريشن مانجمنت، ليش ندرس الاو ام، از ات امبورتنت تو ستدي او ام. اولسو وي توك اباوت ذا اوبريشن مانجرز، من عندي في ديبارتمنت في عندي مانجرز، ايش الرول تبع المانجرز علشان دو تاسكس الخاصه بالديبارتمنت. وي هاف اورجنايزنج دي الديبارتمنت هذه عشان نعرف كيف الـ goods and services اللي هي الـ products produced by this department and how we can do good work for our factory أو operation department. هل يتا في OM jobs موجودة available اليوم في السوق؟ خلينا نفكر إلنا فرص عمل موجودة نتدرب فيها نتعلم فيها، بعدين هل يتا نشوف إيش الـ trends الموجودة في الـ operations، إيش التوجه العالم اليوم للتحول لإدارة الإنتاج. في أن موضيعنا كتير بتتغير، بس أول أنا آخر هنلاقيها مواضيع حتقودنا لأنه نفهم بصورة أعمق لإدارة الإنتاج. هل يتا نكمل إنه الأوبريشن مانجمنت حناخدها في السيرفيس سيكتور؟ طبعا عندنا في قطعين اللي هو الجودز تانجيبل والسيرفيسز اللي هي انتانجيبل. بتكلم بسرعة أنا، مش مشكلة كويسة، عشان في عندنا كم لود من العلم اللي ناخده في فترة زمنية محددة، فبنحاول نمشي على أمور زي هذه أسرع، وأنتم ما شاء الله قدرتكم على الاستيعاب أعلى. بعرف طلابنا وطالباتنا معدلاتهم في التوجيه عالية وإمكانياتهم عالية وقدراتهم على الاستيعاب عالية، تمام؟ أكيد؟ طيب لو حسيت حالي في جزئية راحت منكم شوية ممكن حد ترفع إيدها وحاول وقف عندها بحيث أنه نوضحها. هل إنت السيرفيس سيكتور بدنا نتكلم عنه؟ وبدنا نتكلم على البرودكتس اللي هو جود سيكتور، الاثنين بنجمعهم مع بعض ونقول لك أنه الجودز والسيرفيسز لازم يكونوا يكملوا بعض. لما بقدم جود لازم يكون معها شوية سيرفيس، لما أقدم سيرفيس بيكون معها شوية جود عشان يكون الفاليو ادد لإلي بالاشباع كثير عاليه. هل يتا البرودكتيفيتي الانتاجيه، انا بدي ابدا انتاج بس الانتاج اللي تبعي بدي اعمله بآليه عاليه بحيث اني انا بدي احس اخر النهار الوقت والموارد الموجوده عندي محدوده قدرت اوفر فيها انتاجيه عاليه. طبعا لازم اركز من الكواليتي، ما انساش الكواليتي مهم كثير. هل يتا في موضوع البرودكتيفيتي في عندي تشالنجز، يا ريت اني اقدر ازود البرودكتيفيتي بس في عندي كونسترينز او دروباكس او سم ثينجز ذات فيس مي، how to overcome these challenges بدنا نتعرف عليها. فالchallenges بدنا نضيف عليها كمان social responsibility. أنا مش doing production and that's it. I need to care about the society or the community. How I can better service them. إحنا لسه كل هذا بس في الإيش؟ في قصة الإيش؟ ال outline. We are moving to the outline. إحنا طبعا عندنا في الشابتر هذا حنتكلم على مجموعة من الobjectives. الobjectives حيكونوا من نفس ال outline اللي تكلمنا عنه. خلي بالك حنتعلم على البرودكشن ايش هي والبرودكتيفيتي ايش هي، يعني تعرفي you can talk about this, understand how we can discuss the ideas or case studies regarding production or productivity. Think about the operation management. ايش الفرق بين الـ OM operation management والبرودكتيفيتي؟ productivity or product production اشي كويس، بس الـ operation management اشي اوسع في النطاق وفي مجال العمل. خلينا نتعرف عليه. هل انت لما تكلم على الـ operation managers ايش بيشتغلوا هدول الناس؟ اقول لك انا مدير مصنع، انا مدير انتاج، أو مدير خط في الإنتاج في تصنيع معين. طب يا عمي أنت إيش شغلك بالضبط؟ طب لو كان في السيرفيس كيف مجال شغله؟ إيش الفرق ما بين السيرفيس والجودز؟ المدير اللي هنا والمدير اللي هنا على إيش بدي يركز؟ أكيد في السيرفيس هيكون عنده أفراد أكثر وحيكون الخدمات on the spot،
لكن الجودز ممكن تتصنع بعيد عنا مش شايفينها. يعني لما اروح مطعم بشوفهم كيف بيشتغلوا لكن لما اروح اشتري منتج جاهز مش عارف كيف عملوه. ففي الحالتين حيتلاقي فيه الاتنشن والكير حيكون اكتر بالنسبه للسيرفيس ولا الجودز للاثنين، بس السيرفيس حيكون فيها التواصل مباشر، فانت هتقدر تحكم بطريقه مباشره. طبعا هذه امور كلها توضح معنا بوقت ثاني. ننقل كمان واحده في بالنسبه للاوبجكتيفز، عندنا حنتعرف على هل انت الهيستوري تبع الاوبريشن مانجمنت تقدر تتكلمي انه والله اداره الانتاج هذه اتطورت خلال سنوات وفي ناس اضافوا إلها من العلماء او الناس اصحاب الخبره من المصانع، يبقى العلم الموجود اليوم ككتاب هذا الفاليو ادد عاليه جدا. بعدين حنشوف ايش فرص العمل حنتكلم عنها وعلى التخصص وعلى الانتاجيه. يعني في نفس الوقت هذا بدينا انطباع قوي لوين رايحين في اداره الانتاج وايش اصولها لاداره الانتاج. خلينا ناخذ الكيس ستدي الاولانيه نبدا فيها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا قصة ستادي وي توك اباوت وايربول. اسمحوا لي بداخذ بس الجاكيت هيك برا عشان نبدا ايش نشتغل بايدينا، وكل واحد يلا طلع الورق والقلم ويبدا يشتغل معانا. هل انت عندنا وايربول؟ وايربول قصتهم غريبه. هم مصنع موجود في امريكا اول ما ظهر، بيصنعوا اجهزه كهربائيه. عندنا الثلاجه وعندنا الغساله وعندنا الاوفن وعندنا المايكرويف، وهذه الأجهزة اليوم ما غنى عنها. وطالبات عندنا اليوم ترضي أنت تروح البيت عندك إن شاء الله يا رب عن قريب وما تلاقيش عندك الثلاجة والغسالة، تقولي له هات ليش؟ إجت الثلاجة، إجت الغسالة، إجا الفرن، ولا حنولع حطب زي زمان، تمام؟ فهذه أصبحت الشركات العالمية عارفة اليوم النيد تاعت الناس. خلي بالك في عندنا كلمات جديدة مهمة نتكلم على حاجة اسمها النيد والوانت. إيش الفرق ما بين النيد والوانت؟ كلمتين مهمين. I need sugar. I want sugar. إيش الفرق ما بينهم؟ أنا عامل شاي. I need sugar. I want sugar. إيش الفرق ما بينهم؟ تفضلي. need أنا بحتاج عشان أعمل. طيب. بطلب. يعني لما تقول بابا أنا بدي جوال وأنا محتاج الجوال، مين أقوى؟ النيد. أنا بدي أتغدى. أنا نفسي أتغدى. ماشي. في فرق ما بين الاثنين. يبقى النيد هي حاجة necessity. ممتاز. والوانت ممكن تكون luxury، ممكن إيه، ممكن تكون I have it already. I have lunch. But why not to talk about another lunch? طيب. فالويربول قصتهم إنه they have an attitude for their employees, and this simple keyword it's live quality. We are not producing appliances. The appliances it's the other name of the all equipments that we needed in our kitchen. Appliances اللي هي الأجهزة المنزلية. Live quality, it means we are not providing you with ordinary good, but we are providing you with quality. You are having something with quality. You pay extra money for the extra quality. أنا مش معمل إعلان لويربول. The case study is this. We don't have it here in Palestine. We rarely have Whirlpool sometimes. تمام؟ But it's more expensive than the other equipments. هل إنت training, خلي بالك من الكلمات. I'm using training for our employees to tell them you can use your head as long as you're using your hands. أنا ممكن أشتغل أي شغلانة بإيدي وخلاص وأنا سرحانة، تمام؟ لكن إذا أنا بشتغل بإيدي وبركز بعقلي فإيش معناها؟ إنه I'm doing something with quality. يبقى الكواليتي relies heavily on the attention that you give it for this piece of work. كمان كلمة flexible working rules. خلي بالك هذه ككيس study, this is a summary. You are required to read the whole case study and how they initiated the factory, how they moved from one place to the other until they reach an international place. They have the main campus in the States, but now they have some branches to produce the products outside the States. They have in Europe, you have in the Middle East, and they have in Southeast Asia. So they have some places that the facilities that produce the same products, but with other names. كثير من المصانع الدولية اليوم تعملش الصناعات بس في بلدها. تنتقل لبلاد تانية وإيش بتسوي؟ تعمل برانش لإلها. مرسيدس اليوم عندهم مثلا مصنع عمله في مصر. مرسيدس ألماني، تفتح في مصر مصنع تجميع. طبعا في شغلات كتير بتتصنع برا وفي شغلات بيتم تصنيعها داخل البلد. طب ليش؟ إيش الفاليو آدد؟ المصانع لها حساباتها الخاصة علشان تقدر تيجي بكواليتي معينة وتيجي بإمكانيات معينة وتيجي بأسعار معينة وتيجي بتقنية معينة وبتقلها سوقها اللي موجود في ميدل إيست. فبقول لك أنا I'm trying to be close to the marketplace. بجيب لك المنتج لغاية عندك أصنعه، فبتلاقي فيه value add للناس اللي موجودة. خلي بالك في من اللواتي اللي بيستعملوها flexible working goals. إيش معنى flexibility؟ مرونة. يعني صار في أذواق تغيرت، أضلني مصمم ولا غير؟
اليوم البنات بالألوان الحلوة، بدك الثلاجة إيش يكون لونها مثلا؟ بمبي؟ زهري؟ بتقولي زهري؟ رمادي؟ إيش في كمان؟ أنا بدي زي لون المنديل أو الطرحة هذه، صح ولا لا؟ نفس اللون. ها والله بدي إياها، بدي أشوف أنا بدي أغير الثلاجة تاعتي ثلاث أيام في الأسبوع، الألوان تاعتي تتغير، بينفع أحط ثلاث ألوان لإلها؟ والله ممكن، أنت أطلبي وتمني وشوفي نلاقي مين يرد عليكي ويعمل لك اللي بدك إياه، ممكن، الله يعلم. ففلكسبيليتي لازم في الوركينج رولز كمان، يعني إذا أنا جيت شوية أخرت شوية يمكن نعمل شيفت. لو كان عندي في فلكسبل وركينج أورز إنه ممكن أرتب بعض الأنشطة والبرامج في أوقات ممكن خارج الدوام غير الدوام. حتى في بعض المهارات والأنشطة ممكن أديها لناس برا المصنع يساعدوني عشان عندي شغل. في فلكسبيليتي أكوردينج تو ذا إيش؟ تو ذا تشالنج ذات وي فيس. ناخذ كمان واحدة، جين شيرينج. إيش معنى جين؟ مكاسب. مكاسب. شيرينج يعني وين وين استراتيجي، وين وين يعني انت كسبانه واحنا كسبانين. طب مين انت واحنا؟ المصنع والعمال والزباين. خلينا نعمل رسمه صغيره. وي هاف هير 3 انتيتيز ان بتوين، ثينك اباوت ذا فاكتوري، اند وي هاف هير لوتس اوف امبلويز، اند ذيس امبلويز ذي ار هافينج ذير نيدز اند وانتس. سو وي هاف امبلويز وركينج ان فاكتوري، اند وي ار موفينج اور جودز تو هوم؟ to the customers. We want our customers to be very happy. معليش هذا طلع الإنسان مش بسيط، بس بعين الله. It's a start. It's a start because this is the money that we will need it in the factory in order to give it to the employees and to purchase the materials. So we have multiple persons in between. Everybody is sharing the gain. Everybody is winning the gain. We have benefits for all of us. A global procurement. A procurement حتاخدوها في مساق تاني. معاملة المشترى، مشتريات. أنا مش لازم أشتري من local market. ممكن أشتري من regional market. ممكن أشتري من international market. اليوم بشتري أنا من غزة، ممكن أشتري من القاهرة، ممكن أشتري من الصين، ممكن أشتري من إيطاليا. المهم ألاقي الingredients جاية لي من أماكن تعطيني value added للproduct تبعي. وعلى فكرة مش لازم أن أشتري كل منتجاتي من مكان واحد. يعني ممكن أغير. اجيب من هنا ومن هنا ومن هنا، بس عندي فاليو ادد عاليه. انت لو مسكت جوالك حتلاقي فيه جزء من كومبوننت كوري، كومبوننت صيني، حتلاقي فيه بروسيسور من جوا، حتلاقي من الشركه الام اللي موجوده سواء كانت سويديه مثلا او كانت المانيه ولا كانت فرنسيه، حتلاقي فيه كومبوننتس معينه كل واحده له فاليو ادد موجوده. طيب لول انفورميشن تكنولوجي، اليوم الاي تي اتس ايفريوير، تكنولوجي از مارفلس اند اتس انترينج ذا ماركت ايفريوير. So think exactly how we can use the information system, apply information system in what? In our operations. كيف إن أحوش قواعد البيانات؟ أشوف أديش أنتجنا، أشوف أديش أداء العمال، أشوف وين ال scratches الخدوش الموجودة للكوبايات اللي أنا بنتجها، وأسجل إيه أنت بتطلع. تكنولوجيا هي اللي بتسجل الكلام هذا. ممكن أشوف ملاحظات معينة تديني value added. ماشي، اشوف ايش داخل المصنع، ايش مواد خام عندي بتمشي اسرع من مواد ثانيه، اشوف في المصنع وين حركه المواد الخام تمشي اكثر من الثانيه، وكله داتابيز، كله بقى عندي مؤشرات، فالمؤشرات بتخليني احسن الاداء، وكل ما بحسن الاداء I'm moving to higher quality. طيب another final one is adoption of worldwide strategy. The world strategy it's marvelous because when we say strategy حناخدها بالتفصيل. الاستراتيجي اليوم باختصار هي عبارة عن الطريق اللي أنا بدي أمشي فيه يوديني للجول تبعي. I'm searching for a certain goal. So what's the way that leads me to that goal? We have multiple ways. كلها طرق هذه بتوديني. But there is one way, is a very excellent way that leads me to achieve the higher goal, the higher quality, the higher production, the higher revenue. Maybe the lowest cost. Maybe my objectives to be outside our country. طب هي امريكا بقوه، انا كمصنع بصنع برا، ليش طيب بروح لبلاد اصغر وابسط واقل في امور كثير علشان بدي اوصل للزبون تبعي؟ يعني I'm moving from stages to other stages in order to satisfy whom? Our stars. Who are our stars? Our consumers. They are looking for our products. We need to be very close to them. We need to satisfy them. We need to make them happy. انت لما تشتري الثلاجه تحسي حالك مبسوطه، صح؟ تشتري الغساله تحسي حالك ارتحت، صح ولا لا؟ تتذكري زمان من 50 سنه، تتذكر اغنيه الطشت قال لي الطشت قال لي؟ طب الطشت ليش قالها؟ لانها مسكينه طول النهار قاعده على ايش؟ على الطشت.
فهي منها للطشت ايش بيسوي؟ بتعمل شاتنج. بتعمل شاتنج؟ الطشت قال لي، الطشت قال لي، وحاطه فيه شغلات رايحه وشغلات جايه. صح؟ مزبوط؟ فالامور اليوم اختلفت ولا ما اختلفتش؟ اختلفت. انتوا عايشين اليوم في عصر احمدوا ربنا، انتوا عايشين اليوم في دلال وفي عز ونعيم ما في بعده. صح ولا لا؟ اقعدي مع ستك وتذكري ايام الايش؟ ايام الطشت قال لي. قولي يا ستي احكي لي ايش الشاتنج اللي بينك وبين الطشت قال لي. صح؟ هتلاقي الامور كثير اختلفت. صح؟ طيب. فالاستراتيجيات اليوم moving to a better world or a better way of doing the good work. خلي بالكم Whirlpool it's a case study. It could be the same thing. We take Whirlpool out and you can put another company in. نفترض انه شركة الحاج احمد واولاده، حطيها هنا. كيف ان اكون انا متميزة كشركة؟ بابا واولاده مثلا او ابناء عم، زي الفاميلي بزنس اللي عندنا في دولنا العربية. ايش هتلاقي؟ بدنا نعمل هيك ونعمل هيك ونعمل هيك ونعمل هيك ونعمل هيك. اذا احنا فهمنا انه هذه بنسميها احنا best practices. خليني اكتبها كمان مرة. These are, we can call them best practices. هناخدهم كمان مرة بالتفصيل. Best practices مين بيستخدموها؟ بيستخدموها البنشماركس. مين البنشماركس هدول؟ البنشماركس شركات عالمية قدرت توصل لمواقع كبيرة في الانتاجية وفي الربحية وفي الفروع وفي الجودة والمسموعات العالمية. فبقول لك انت if you look for the benchmarks and try to find the best practices. مرة تانية، انا بشوف الطالبة هذه او انت بتشوفي زميلتك، والله ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. انا بلاحظ حتى البنات لو حدا تيجي متأخرة بتيجي تطلعوا لهم فوق لتحت، اكيد ما شاء الله كيف لابسة، كيف الشنطة، كيف هيئتها. اوكي انت احنا بنحسدهاش، بس انت بتتحاولي تطلع على هذا يسمى best practices، يعني افضل شغلات عندها موجودة، بحيث انه المرة اللي جاية you cope with this. شوفي كيف نظرتها، والله المال جاي ما فيش نظارات. لا عيب عيب، احنا صار في ليزر اليوم، او ايش بسموه، ليزك 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 ليزك. ماشي. الفكره انه انا هذه بنشمارك باخذها اني احاول اطلع البيست براكتسز منها، فبقدر انا بعد هيك اني كمباني اف ذا كمباني دو ذا سيم او داز ذا سيم ات كان ريتش نيرلي ذا سيم ثينج. انت تلاقي طالبه متفوقه، تشوفي ايش عناصر التفوق تاعتها، تحضر المحاضرات، تعمل السمري تبعها، تعمل الاسايمنتس، دائما مجتهده ونشيطه، دائما بريبريشن ان ادفانس، تقرا من اول، فبتلاقيها وبتقرا من الكتاب، بتلاقي شوي شوي ايش امكانياتها عاليه. طبعا لو مشيت على نفس الطريق اكون حكون متميز زيها. طيب يبقى هذه اصبحت شغله تفيدنا في اي شيء للمستقبل بغض النظر ايش بنشتغل. حمشي على هذه الامور برضو سريع لانه هذه امور سهله وبسيطه نتكلم عنها. هل تفرق بين البرودكشن اوبريشنز؟ Production نطاقه محدود. It's only creation of goods and services. I have good. I'm presenting today. This is service. This is production. أنا بلاقي شغل production. بس. ماكينة بتطبع شغل production. But when we say operation management, نتكلم على نطاق واسع. نتكلم على إيش؟ Activities, procedures, tasks, assignments. إيش بتسوي؟ كل شغلها creates goods and services. يعني I'm not talking about the small thing which is production. But I'm talking about what? هل في طالبات بتصل علي ليتا؟ لا. طيب. We are talking about the operations. OM. It's operations. So we have tasks, activities of having what we call it input to do with the process. ماشي. And finally we reach what? The output. كلام ممتاز. طب إيش هو الoutput تبعنا يا طالبات؟ The حاجتين. Yeah goods. Yeah services. هادول منقول عليهم مع بعض هم الproducts. هم الproducts. لما نقول product هي بتشمل الاثنين مع بعض. فالoperations أصبحت في الإطار أوسع. فعشانك إحنا بقولك when we think about the inputs to be transferred to the output we need procedures and tasks and activities and assignments. هل أنت بتدخلي خلال الفصل الدراسي المساق؟ بيصير عندك محاضرات وامتحانات وواجبات وكوزات وحضور ويلا تعالوا ويلا اعملوا شغلات كثير. هذه كلها operations عشان في الاخر نقدر ايش الانبوت البروسيس صار عندنا فاليو ادد عندك في العقل وفي الفهم وفي الامكانيات. This is the output. على فكره الكلام اللي انا بحكيه ممكن هذا التطبيق في اي شغله انت بتعمليها في البيت. اذا عندك هوايه زي ما حكينا، شاطره في المعجنات، شاطره في المطرزات، شاطره في اي هوايه. في بعض بنات كانوا شاطرين في الرسم على الازاز والالوان ويعملوا اشياء حلوه، فانت ممكن تحول الهوايه تاعتك لايش؟
الاوبريشنز تعملين مشروع، وفي بعض البنات كانوا يسوقوا منتجاتهم والناس تطلب منتجاتهم اول باول. يبقى وعندنا في ان في عندنا في عندي ماركت، ممكن في السوشيال ميديا، ممكن زميلاتي في الجامعه، ممكن القرايب يعرفوني، ممكن شوي شوي يندلوا علي، ممكن ابدا اصدر برا، ممكن حتى على الطلب واحط باكج ديليفري دي اتش ال ويطلع. طيب نيجي هليت الهيريتج، ننقل على موضوع ثاني. هليت when we say heritage يعني we talk about history that moves us, move us from one stage to the other. هليت الستيجز الموفمنت لو عملناها بعكسيه يعني من تحت لفوق كان الطف شويه، ان ايش التطورات اللي صارت لعلم اداره الانتاج اللي وصلنا اليوم لتقنيه عاليه. يعني الاورجنس تاعت المساق هذا قديمه من زمان، يعني نتكلم على علم الاحصاء والرياضيات قديم ولا جديد؟ العلم هذا قديم. طب تتكلم على علم تكنولوجيا المعلومات قديم ولا جديد؟ جديد لسه حديث، ملوش ممكن 20 30 40 سنه ما فيش. تمام، فخلينا نشوف ايش الحاجات اللي صارت. بقول لي انا عندي في ديفيجن اوف ليبر، خلي بالك كل واحد من هذولا خلال فتره زمنيه معينه اشتغل عمره على شغله معينه قدر يوصل فيها لشيء يخدم البشريه، سابه وخلص انتهت عمره الله يرحمه، وصار عندي ناس اعتمدت على اشغالهم. الانسان رساله، بيقضي الرساله وبيعمل اللي عليه، وبعدين رب العالمين بتولى برحمته برتاح لغايه ما يجي يوم القيامه. يعني لو طلعنا رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام، رسالة اللي كان ماشي فيها من عمر 40 سنة صح من بداية البعث، وبعدين لغاية لا ربنا توفى قديش كان عمره الله يرحمه؟ 63 سنة، يعني 23 سنة كانت رسالة. طبعا قبلها 40 سنة كانت طبعا رسالة بالأخلاق الحسنة مظبوط، ولا الصادق الأمين كان مشهور، وال 23 سنة كانت كلها ايش؟ دعوه لله رب العالمين، والقران مظبوط اللي حطوا ربنا خلاه ما بين ايدينا موجود مظبوط، والاحاديث النبويه والصفات الحسنه. ضلت لغايه 23 سنه رساله خلصت ورب العالمين خلاها ما بين الناس هالايته يدولوها. خلي بالك انت رساله بتعمل شغله معينه وعندها ايش دورك بخلص، وناس بتسلم ناس، هيك الحياه لغايه ما رب العالمين يجمعنا ان شاء الله ويحشرنا كلنا بايش بالخير ان شاء الله. فخلينا نشوف عمل ادم سميث. وآدم سميث لو مسكتوا الورقة 20 جنيه استرليني حتلاقوا صورة الملكة إليزابيث بريطانيا على الوجه، وعضها حتلاقي آدم سميث. وليش طيب؟ احترام للعلماء موجودين، احترام للعلماء يقولوا أنت في يوم من الأيام عملت إنتاج للشعب الموجود باسم بريطانيا وقدمت شيء للبشرية. فكانت فكرة الديفيجن اوف ليبر فكرتها أنه العمال الموجودين أنتوا اشتغلوا كذا وأنتوا اشتغلوا كذا وأنتوا اشتغلوا كذا. كان زمان أنه يلا نشتغل كلنا نفس الشغل، هذا كلام كويس، بس في ناس قدرات. يعني مثلا اذا عندي انا مجموعه من البضاعه بدي انقلها من مكان هذا المكان هناك، هل بنيتنا كلنا زي بعض؟ في ناس تقدر تحمل كميات عاليه توديها من مكان لهناك بكل بساطه، وفي ناس تقدرش تتحمل، بس هذا اللي بقدرش يتحمل يمكن قدراته العقليه عاليه جدا. يعني ايش؟ يعني قدرته على انه يفكر ويكتب ويحلل عاليه جدا. ليش عاليه جدا؟ لانه احنا بدنا في الاخر انه المهارات اللي ربنا ادانا اياها كل واحد مصمم انه يعمل ايش، انه يعمل حاجات معينه، والحاجات المعينه هذه هو ناجح جدا فيها. فعشان هيك الديفيجن اوف ليبر جايت فكره ممتازه انه هذول لهم مهام وهذول لهم مهام وهذول لهم مهام. رب العالمين خلانا مختلفين المهارات والامكانيات عشان نساعد بعض، عشان نوقف مع بعض. أنا محتاج حد يشيل لي هذه الشغلة، بس أنا محتاج حد برضو يوديني هذه الشغلة، محتاج حد يساعدني في الكتابة هذه، محتاج حد يفكر لي في الموضوع هذا. كل واحد عنده مهارات معينة بيقدر عليها. ناخذ زي مين؟ ما كانش ديبارتمنتس موجودة لسه، لأنه هذه الحقبة الزمنية كانت قديمة شوية، تمام؟ فكان مثلا تخيل أرض زراعية، تمام؟ ويجوا يشتغلوا، أو في مصنع، يجوا يشتغلوا، في شغلات بدها حمل، ينقلوا لهم من مكان لمكان، وكانت العمال الحياة عندهم بسيطة جدا زمان. ماشي مناطق فاضيه مناطق مفتوحه. لو شفتوا الصور تاعت زمان هتلاقي انه الحياه كثير كثير فرقت ال 50 60 سنه الاخيره 70 سنه بشكل عالي جدا. قبل هيك كانت شيء الامور بشكل هذا. ننقل بس بسرعه، في عندنا ويتني، هذا اجاله عقد من الحكومه الامريكيه ليصنع 10,000 رايفل. رايفل هي البندقيه، والبندقيات يمكن حكيت عنها قبل هيك انه عباره عن مجموعه من المواسير، تمام؟ بحطوا رصاصه مدوره، بيحطوا الرصاصه يدوي، وبحط بعدين بيفتح زناد وبحط شويه بارود، وبعدين بيجي بيطلق الرصاصه. حتى في الـ في الـ في الحروب بتاعت زمان مع نابليون كان الجيش الفرنسي بيوقف ناس واقفين مترجلين، وفي ناس على ركبهم نازلين على اساس ايش؟ انه اللي بيطلق رصاصه
اللي بيجي بيطلق الرصاصة هو واقف بيجي بيوطي عشان إيش يحط الرصاصة ويجهز حاله عشان إيش يبدأ يطلق مرة تانية، أو بيقدر يبدل مع زميله حد تاني ويقدر يطلق الرصاص. فوتني كان إجت له رسالة إنه بدنا 10,000 بندقية، 10,000 بندقية هذولا خلال فترة محددة. فالشغل حاجة اسمها standardization، يعني كل القطع تكون زي بعض، بدوش إنه القطع تختلف في طول الماسورة أو في سمك الماسورة أو حتى في شكل الذراع الخشبي اللي موجود. هذه كانت فكرة جديدة، ما كانش قبل هيك. اليوم نطلع على الحياة تاعتنا هتلاقي الأقلام زي هذه كلها زي بعض، يبقى في standardization. اللمبات النيون كلها زي بعض، ماشي. هتلاقي نوع من الإنتاج اسمه mass production بيعطي على حاجة اسمها standardization. هلأ في عندنا في حاجة اسمها scientific management. تايلو إيش سوى؟ تايلو اشتغل بتقنية معينة إنه صار يوزع التاسكس مع الزمن، صار كل يشوف كل واحد إيش بيشتغل، تمام، يقول له بدل ما أنت بتأخذ الغاض هذه وبتجيب للمنطقة هذه تشتغلها وبعدين تأخذ بضاعتك توديها للمخازن مرة تانية، قسم الشغل لمراحل. واحد قال له تعال أنت حسب الوقت والزمن، أنت عليكم تجيبوا هذه المنتجات وأنتوا عليكم تشتغلوا هنا وأنتوا عليكم توزعوا هناك وحسب الوقت المطلوب لكل مهمة. يعني أنت تروح تجيب البضاعة من المخزن وترجع عندك 5 دقائق، ليش تقعد فيها ربع ساعة ولا 20 دقيقة؟ فيها تضيع وقت، ماشي. هل أنت ما فيش عندك الهمة أو النشاط تخمل إنتاجك؟ طبعا لما اختصر الوقت ودرس الوقت الحركة والزمن مع بعض ربطهم الإنتاجية زادت. طب وين الوين وين في تايلور؟ تايلور عمل الوين وين بطريقة بسيطة جدا، زود الإنتاجية على العمال، المصنع زادت ربحيته، زود أجور العمال، فالكل أصبح مبسوط. ناخد كمان واحد انتقل بعد هيك عندي للجان شارت. الجان شارت عمل مخططات بسيطة حول فيها التاسكس مع الزمن بطريقة زي الجدول الدراسي اللي موجود معك. جدول الدراسي عندك أوقات معينة وعندك إيش أيام معينة وعندك مهام معينة، المحاضرة والمكان تبعها والدكتور إيش هو والمساق إيش هو. ففكرة الجان شارت بنفس الآلية بس فيها طبعا تطوير للمهام اللي إحنا بنشتغلها. ننقل على مجموعة من الناس اللي اشتغلوها، فرانك أند ليليان جيلبرث، اشتغلوا هذول زي تايلور. فرانك وليليان جيلبرث هم كان عندهم فكرة اللي هي اسمها cheaper with a dozen. كانوا هم متزوجين، زوج وزوجته، عندهم 12 طفل، وكانوا يقول لك ربي 12 طفل أرخص ما إنك تربي 3. النظام عندنا في فلسطين إيش هو؟ البوكسة يا أبو الأولاد، البوكسة، اشتري البوكسة، بوكسة البندورة أو الخيار، أو بسموها في بلاد عربية بسموها الصحارة أو الصندوق أو الكرتونة، تمام، بيشتريوها أرخص، الدرزن أو الدستة أو الدرزينة، بيشتريها أرخص ما إنك أنت إيش تربي 2 أو 3، لأنه أنت بتخدي شغلة تكلفة أقل وبعدين تقدر تربيهم بشكل عالي. هم إيش اشتغلوا فرانك وليليان جيلبرث؟ كان يعملوا تصوير للحركات اللي بتتم، لأنه كان في عندهم نظام التصوير كان زمان، يحطوا تاعت التصوير ويغطوا حالهم وياخذوا صورة للحركة هيك غلط وياخذوا صورة للحركة هيك صح. يعني وانت بتشتغلي اذا انت بتوطي عشان تشيلي صندوق بالشكل هذا، تشيلي الصندوق، فبقول لك هذه الحركه غلط، لازم تنزلي ايش، تنزلي على رجليك انك انت تاخذي الشغله وتطلعي، ما تحمليش على ظهري، وين تحمليها؟ على تحدي على رجلي، ما تحمليش على الظهر. هذه شغل تبع فرانك ليليان جيلبرث. هتلاقي لغايه اليوم هتلاقي في بعض مخططات بسيطه في اماكن عامه يقول لك هيك لا وهيك صح، مزبوط، تقدر تلاقي يعني لحد الان في بعض افكار من عندهم. في كواليتي كنترول، ديمينج وشورت من الناس المشهورين جدا في موضوع الكواليتي. هل انت ديمينج؟ الراجل هذا امريكي راح اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه، لقى انه افضل شعوب العالم في موضوع الجوده الكواليتي كان اليابان، فساب معيشته في امريكا وراح هناك طلع اليابان عشان يعيش يتعلم منهم الكواليتي ويكتب نظريات الكواليتي ويقول للعالم شوفوا اليابانيين كيف يشتغلوا. يا سلام، يعني نقل التجربة والأفكار للناس إنها تتعلم منها. كانوا زمان عندنا علماء عرب زي هيك، كانوا يسيبوا بلادهم من بلاد لبلاد يتعلموا وينشروا المعرفة للناس. هليتا ديمينج لاحظ إنه الكواليتي عندهم، إيش معنى كلمة الكواليتي؟ يعني الديفكتس صفر أو الديفكتس قليلة جدا. أنا هليتا بجيب ألم ألاقيه بيشتغل، بكتب على السبورة يبقى إيش معناه؟ والله شغال كويس. بس إذا بكتب في ألم ألاقيه فاضي، فيش فيه حبر بالمرة خفيف، يبقى هذا إيش؟ There is no quality inside. طب ليش هذا المنتج هذا ما فيش فيه ديفكتس؟ ليش المنتجات عندك تطلع منتجات عالية؟ طب انت طب ليش ضمني خلال مرحلة الانتاج الحبر ما حطيتوش بالكمية الكافية؟ او كان فيه ديفكتس انت في التصنيع، يعني بدل ما تحط القطع هذه موجودة بشكل ممتاز، القطع هذه اللي الظاهرة انها تدخل لجوا اول ما ابدأ اكتب وبالتالي خرب الالم معايا. طب ليش بتصيرش هيك في اليابان؟ منتجات اليابان عندهم الديفكتس قليلة جدا، في برنسبلز حطها وصار يتكلم عنها. طبعا
الكواليتي برينسيبلز بتضيف لي فاليو ادد لي بشكل عالي. بعدين في عندي كمبيوتر، في عندي الكمبيوتر لما طلعت، وبعدين في عندي حاجه اسمها الدوبون. الافكار اللي موجوده هذه باشكال كثيره اتطورت بمراحلها المختلفه. خلينا ناخذ بس صوره سريعه عن الناس اللي موجودين. هذا مثلا ويتني، هذا ويتني، وهذه قصة ويتني، انه هو عمل مجموعة من الرايفلز بنادق وكانت كلها ستاندرديزيشن اللي اشتغل عنها، هذه قصة تاعته. طبعا الشخصية المشهورة اللي انتو درسناها في اكثر من مكان فريدريك تايلور، اللي بدا كان في مصنع حديد والصلب، كان عامل فيه وانتهى في الاخر انه كان رئيس مجلس الادارة لهذا المصنع. هذول الاثنين اللي هم فرانكو ليليون جيلبرث، الاثنين اللي حطوا المبادئ تاعتهم التايم وموشن ستدي وبدوا يشتغلوا على هذا الامر وقدروا يثبتوا انه من خلال كتاباتهم التشيبر باي ذا دازن، هاي الكتاب تبعهم المشهور، انه ممكن احنا نعمل كميه من الخدمات او الانتاج او حتى تربيه الاولاد بطريقه سهله. شخصيه هذا يمكن نتكلم عنه مختصر، هذا هنري فورد، مشهور جدا سيارة فورد العالمية اليوم. فورد عمل نموذج السيارة المشهور تبعه هذا البسيط أيام تشارلي شابلم، الأفلام الأبيض وأسود، وهذا نموذج سماه تي، وبقولها كتير دائما إنه تي، نموذج تي سماه لأنه كان عنده نماذج أولى كلها فشلت، من إيه لغاية إيش قبل التي على طول، A B C D F G H I J K RST RS لغايه الاس. هذول حتلاقي من 1 لغايه 19 نموذج كانوا فاشلين، والتي اللي هو كان رقم 20، فهو كان تفائل فيه وسماه نموذج تي. تمام. هلت في سياره اسمها تاتا، ما بعرفش اذا شفتوها، اسمها ناشنال، موجوده برا، اسمها تاتا. هذه السياره تاتا، هذه سياره هندي موجوده، فبرضه نموذج فيها حرف التي بتلاقي موجوده. حتى علامة المرسيدس بالشكل هذا جاي، يعني عملنا المرسيدس حتى زي التي برضو عاملة. تمام. فهو النموذج هذا تبعه كان استخدم فيها نظام خطوط إنتاج، فكرة خطوط الإنتاج. وفي الكتاب حتلاقي فيه صورة للعمال كيف إنه خط الإنتاج هذا بيمسكوا السيارة من أولها، إيش كانوا يسووا؟ يمسكوا السيارة من أولها، هاي خط إنتاج من الأول للآخر، فكانت السيارة تدخل بداية خط الإنتاج، يبدأ يركبوا لها مثلا العجال، تنتقل للمرحلة الثانية، السيارة تيجي هنا ركبينها العجال، يجي يحطوا لها مثلا الإزاز من الأمام والخلف، أو يركبوا لها قطعة تانية، بعدين تنتقل السيارة يبدوا يحطوا لها قطعة تانية، يحطوا لها مثلا إيه، يركبوا لها الماتور هنا، يحطوا لها الماتور. المهم المراحل الإنتاجية إنه في الآخر توصل عند السيارة إتس أوكي، تأخذ التست تبعها إنها أوكي. الفكرة في خطوط الإنتاج اللي عملها هنري فورد كانت حديثة، يعني هذا في خط إنتاج، هنا كان في خط إنتاج، هذا كان في خط إنتاج، يمسك المنتج من الأول للآخر. لاحظي انه اليوم المطاعم ايش بيسووا؟ بتلاقيه بيعمل مثلا اللحوم، بيعطيها للي جنبه، الثاني بيمسك الخبز بحط عليها السلطه او بحط عليها مثلا الصوص، ماشي، بيجي واحد ثالث ايش بيسوي؟ بحط الحشوه جواتها بجهزها، الرابع بيعمل لها ايش؟ بيعمل باكجينج، والخامس بيعمل ديليفري، يبقى اصبح خط الانتاج موجود بالشكل. بس هذا ايش؟ فيري سمبل برودكشن لاين. احنا الهيريتج ضايل شيء بسيط عليه. هذا ديمينج اللي تكلمنا عنه، اللي اشتغل في مبادئ الجودة، طبعا كلهم هذولا توفاهم الله يعني برحمته، كل واحد عمل كونتريبيوشن. الكونتريبيوشن اللي صارت اختلفت من واحد للتاني ايش مجال عمله. سؤال اخير اليوم، why we study OM؟ We study OM because of many things. It's a core principle. زي الفاينانس، زي الماركتينج. لو فكر انا في الاوبريشنز، نو واي تو ثينك اباوت اوبريشنز وذاوت ثينكينج اباوت هافينج ريليشنز وذ فاينانس اند ماركتينج. الثلاثه هم اليوم عصب اي مجتمع. يعني لو شفنا احنا الهيكل الاداري لاي مصنع هتلاقيه يتكون من ثلاثه اساسيين، ممكن في اشياء غيرهم. الثلاثه الاساسيين زي ما هنشوف الهيكليه تاعتهم، الاو ام رئيسيه جدا، والفاينانس الماليه مهمه جدا، والماركتينج مهم جدا، لان انا بصنع وأوزع وبيع، وفي نفس الوقت عندي الأمور المالية هي مهمة كتير. فأنا لازم أي مؤسسة اليوم عندك العصر تبعها Operation Management. طب سؤال في الجامعة، وين الـ Operation Management في الجامعة؟
هنا احنا في الجامعه. وين الاوبريشن مانجمنت؟ قبول التسجيل، الاداره، شؤون الطلاب، هيئة التدريسية. وين الاوبريشن مانجمنت؟ وين الاوبريشنز بتتم؟ ايش الاوبريشنز تاعتنا؟ هي الليكتشرز. الجامعه موجوده، هل قبول التسجيل موجودين عشان هم الاوبريشنز؟ لا. هل الاداره موجودين عشان الاوبريشنز؟ لا. وين الاوبريشنز؟ احنا الاوبريشنز. يعني ايش؟ القاعات، محاضرات، طالبات، طلاب، مدرسين، مساقات، فاسيلتيز موجوده. هذه احنا حاليا في اوبريشن. احنا هالايتا اوبريشن وداخله فيه حاجتين، سيرفيس وجودز. وين الجودز؟ كتب. وين السيرفيس؟ ليكتشرينج. وين الجودز؟ في الاساينمنتس. وين السيرفيس؟ الستادينج اللي بتعملي. طيب وين الجودز؟ الامتحان، الاكزامز. طيب وين السيرفيسز؟ نوليدج ذات يو هاف ات هير. If you have knowledge, you can give knowledge. صح ولا لا؟ ففي input خلال المحاضرات والشغل تبعنا، there is output. فهو إحنا شغلنا كجامعات كل اللي أنتم شايفينه من الدوائر الخدمات عشان توفر الهارموني لحاجة واحدة. إيش هي؟ المحاضرات. تمام؟ خلينا نوقف عن كلمة المحاضرات. شكرا كثير لكم. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. وخلينا نديكم assignment صغير للمرة اللي جاية. حأسأل هيك بسرعة على الموضوع الهيريتج. شخص هذا إيش عمل؟ أهم كلمة فيه. ويتني إيش عمل؟ الستاندرديزيشن مين عملها؟ الديمينج ايش سوى؟ تايلور ايش اهم البرنسبلز تاعته؟ فرانك ليل جيلبث ايش الكتاب تبعهم اللي سووه؟ شكرا كثير لحضراتكم، اتمنى لكم التوفيق. واليوم كانت محاضره بسيطه ومختصره، نشوفكم المره اللي جايه وتبدا المحاضرات تاعتنا بطريقه يعني اكبر كمان شويه. شكرا لكم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله يوفقكم.